أسعد الله أوقاتكم وأيامكم وكل حياتكم. بطل عليكم بحلقة من برنامج 180 درجة، البرنامج اللي بدردش فيه مع ضيوفي بمواضيع من حياتهم لحتى أعرف لأي درجة طريقة تفكيرهم متغيرة عن طريقة التفكير العادية. بس هالمرة اللي معي مش ضيف، هو صديقي من سنوات، كل مرة مندردش فيها وبنحكي في مواضيع وأفكار كثير حلوة. هو مقدم برامج في محطة إذاعية، صارت معه مشكلة صحية غيرت حياته في ربع يوم. حياته اللي كان يأسس لها ليحقق حلمه اللي انولد جواته من عمر 12 سنة، بس يا ترى عرف انه يحقق حلمه بالرغم من الظرف الصحي اللي صار معه؟ صديقه هو رامي زلوم، رح ألتقي فيه هسا وأعرفكم عليه ونبلش دردشة سوا، خليكم معي. رامي كيف حالك؟ اهلا وسهلا. اهلا 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 رامي، انا كنت بحكي له من انا بعرفك من سنوات. من اي سنه احنا تعرفنا على بعض؟ يعني خلينا نحكي تقريبا 2011 2010 تقريبا. يعني لما كانت اتصور اتذكر كانت بدايه مقابله اذاعيه صح، سوينا مقابله واجيت عندنا على الراديو وهيك صح. الغريب انه احنا ضلينا شيء سنه واحنا بنعرف بعض بس على التليفون بدون ما نكون شايفين بعض. فعلا كان بس من التليفون لحد ما التقينا، بعدين التقينا فيس تو فيس. طيب رامي، اليوم انا كنت بفكر بشغله، كنت بحكي انه كثير صعب الانسان ما يكون مهيئ للشيء اللي بده يعمل تغيير جذري بحياته. بغض النظر شو هالتغيير، ان كان تغيير اجتماعي تغيير عملي او تغيير صحي مثل ما صار معك. انت عشت يوم داومت فيه ورحت على شغلك وانت فكر انه يوم عادي، لكن هو ما كان يوم عادي. فعلا كان هو يعني كان ببدايته يوم عادي، ما كان في اي نوع من الانذار، خلينا نحكي او بوادر انه والله في رح يصير إشي كمان شوي، واللي هي انه فعليا صار وجع عندي بكتفي شويه براسي لحد ما اتضح انه انا يعني عم بغيب شوي شوي او عم بفقد الوعي شوي شوي لحد ما فقدت الوعي بشكل كامل. كم اخذ هالوقت؟ يعني تقريبا خلينا نحكي 4 ايام صحيت. بعد 4 ايام صحيت كان في عندي شلل كامل في الجسم، ولا اي جزء من في الاعضاء الجسم عم بيتحرك، مجرد راسي. صحيت فجاه انه انا وين؟ انا كنت في مستشفى، اجهزه وبرابيش من هون وسلاك من هون. صحيت مش بتذكر الا وجع راس كان بالضبط. ما بتعرف وجع الراس كان قبل كم؟ 4 ايام امبارح. يعني ما كنت اعرف قديش ايش الوقت اللي انا نمته او قديش انا صاحي، انت صحيت انت نمت، فصحيت لقيت حالي في مستشفى. يا الله. طب تخيل واحد يصحى من النوم مش عارف يحرك لا ايديه ولا رجليه، شو الشعور اللي بيجي؟ انه خوف، رعب، الم، صدمه؟ هلا يعني ولا شيء من هاي الاشياء. يعني انا فعليا ما حسيت بخوف، ما حسيت في صدمه. يعني فتحت عيوني مش مدرك ايش اللي عم بيصير، فبس مجرد انه كانوا اهلي حوالي حاولوا يشرحوا لي الوضع بطريقه مبسطه، يعني ايش اللي صار. براس فهموني انت رامي بالمستشفى مريض، فانا لسه مش مدرك ايش اللي عم بيصير، ايش مريض بايش، ليش انا هيك صار معي. بعدين اتضح بعد هاي الفتره انه انا عندي كان في نوع من الفيروس أصاب النخاع الشوكي وسوى إصابة في الأعصاب، هاي الجزء المصاب، فسوى شلل كامل. الحمد لله على السلامة والحمد لله على كل شيء. هو على شو استقر بالآخر وضعك الصحي لما طلعت من المستشفى؟ يعني مرحلة العلاج كانت متقطعة، بس تقريبا خلينا نحكي صارت تحملت سنتين لحد ما انا بنهايتها الان على الوكر. دخلت البيت لاول مره بعد الاصابه على كرسي متحرك. فعلا انا اول ما طلعت من المستشفى كان يعني تقريبا المستشفى بشكل متواصل تقريبا 3 أو 4 اشهر. فهي برا ال4 اشهر كان لسان البيت على كرسي متحرك. انا دائما بفكر انه الاشخاص بعد اي زوبعه بحياتهم بيستنوا دائما لحتى تخلص الزوبعه لحتى يشوفوا بالاخر لوين حيصفوا وشو بدهم يعملوا. اغلب الاشخاص بعد هيك ظرف يكون عندهم خيارين، اما الاستسلام او الانطلاق مثل ما صار معي انا. يعني انت كرامي كان جواتك حلم انك تكون اذاعي لكن ما معك الا بكالوريوس لغه انجليزيه، شو كنت تفكر بهذيك اللحظات؟
شوفي خلينا نحكي شوي على الزوبعة. الزوبعة اللي انت عم تحكي فيها هي يعني كانت تيجي بتسوي خراب معين وبتروح. صح. فعليا هذا الشيء لا كان مش هيك، كان الموضوع لساتك انت عم بتلفي بمكان ولسه مش عم تعرفي وين الاستقرار او وين النهاية، بس مجرد انه احنا عم نلف. بعدين انت عشان تحقق حلمك اللي احنا اساس حلقتنا، انت شو كنت تفكر؟ هي شوفي في الموضوع في ساعدني بطريقه معينه. انه قبل اصابتي انا كنت اتدرب على الصحافه والاعلام. بعديها بعد الاصابه حسيت انه لازم اكمل هذا الموضوع. فمع مساعده زملائي اللي بالشغل واخواني كمان واهلي وقفوا معي بهاي المرحله، حاولت اتدرب اخذ تدريبات معينه بتخص الصحافه والاعلام، تفاصيل عن الصحافه مثلا اقسام الصحافه في خصوصا المواضيع الحقوقيه. حاولت شويه يعني اجمع هاي التدريبات واخذتها، فعلا اعطتني يعني اساس جيد اني اقدر اكمل هذا. طب تتوقع لو ما كان عندك هالحلم كان دعم اهلك والتدريب وهالعوامل اللي كانت عندك كان ساعدتك لحتى توصل لهاللي انت وصلت له؟ شوفي صراحه تعاملت من الموضوع من البدايه وكانه عبارة عن شيء وراح يروح يوم من الأيام اللي هي الإصابة. الإصابة فيعني حتى لو ما كان موضوع الصحافة موجود أكيد راح يكون في إشي تاني موجود. إذا ما كان في إشي مجرد إني أنا أطلع من الكرسي المتحرك وأحرك، هذا لحاله كان عبارة عن يعني نقطة هدف لازم يتحقق. طيب تخيلت إن المشوار راح يكون هيك بالكرسي المتحرك، كيف شفته أول شيء كيف شفته وكيف كنت متخيله؟ يعني ما بعرف الوصف صعب، ما بعرف يعني هو مرة راضي مرة أحكي عن إنه متقبل الموضوع مرة أحكي لا مش متقبل. في أشياء صدمتك؟ في شغلات كتير صدمتني خصوصا إنه لما أطلع مكان أماكن متعود إنك تروح عليها وأسواق معينة تنصدمي إنه اللي صارت هلأ الدرجة واحدة عم تمنعني تعطل المشوار كامل. فيعني تهيا بي كانت مختفية تماما من كثير من الاماكن اللي احنا عم نروح عليها. وموضوع استخدام كرسي المتحرك صعوبته بعدم وجود اي نوع من التهيئه في الشارع عشان انا اتنقل لحالي. طيب هسه بدي اسالك مجموعه اسئله بس بطريقه ثانيه من باب تغيير مود الحلقه، بس اسالك شغله رامي دائما بتخطر ببالي بس اشوف حدا عدت بيهم السنوات بعد الاصابه. لما انت هيك بتسرح بخيالك وبتشوف رامي هسه وتتخيل رامي بعد 13 سنه من الاصابه بدون إصابة، كيف كان ممكن يكون الفرق بينهم؟ دائما بسأل حالي هذا السؤال أو بالأحرى بتخيل إيش اللي يعني الإجابة إيش ممكن تكون. يعني ما بعرف يعني نوعا ما اللي بفكر بكتير بهذا الموضوع مؤلم لأنه التفكير على شيء فاضي راح يكون. ما بتفكر بالدروس اللي أخذتها من هال 13 سنة؟ فعلا يعني هي سوت نوع من الصقل شخصيتي بطريقه مختلفه تماما. شو الاختلاف شخصيتين؟ يعني كان شخص يعني شوي ادركت الان انه في تحمل مسؤوليه صار اتحملها بطريقه اكثر وعي اكثر نضج اكثر يمكن. فعلا بدك تتحملي مسؤوليه جسمك ايش هو يعني صحيا ايش كيف بدي اتعامل مع نفسي. صح. ما اهمل حالي في امور معينه الواحد ما بيدركها إلا لما يفقدها صراحة. صح. فيعني هاي النقطة كانت أساسية من الأشياء اللي تغيرت يعني في غير هيك إنه صرتي أنت هلأ تتطلعي على الناس اللي وقفت معاكي بظروف شو كانوا كيف صرتي تتعاملي معهم وكيف تتعاملي مع الناس التانيين اللي ما وقفوا معاكي وبالأحرى أو كان موقفهم سلبي اتجاهك. صار في تقدري تقارني انه هذا الشخص تقدر تتعاملي معه بشكل كامل. صح. وهذاك الشخص يعني بدك تتعاملي معه بطريقه اخرى. 100% كلامك صح. طيب نبدا اسئلتنا. يلا ماشي. طيب شو احلى شيء بحياتك تنسى حالك معه؟ المي. المي. شو اكثر شيء بخوف رامي؟ اني افقد شخص بحبه. شو اكثر شخصيه بتكرهها؟ الكذاب. رامي لما بيزعل شو أكثر شيء ممكن يعمله؟ بسكت. تسكت؟ سكوت. عمرك ندمت إنك ساعدت حدا معين في يوم من الأيام؟ لا أبدا.
طيب متى رامي ببطل يسيطر على ردود أفعاله؟ ما في هذا الشيء، ما في، دائما مسيطر على أعصابك. عمرها نزلت دمعتك من الضحك أو من الفرح؟ يعني ممكن نقول. شو موقف سريعا؟ انك تستقبلي شخص زمان ما يعني كان غايب وتستقبليه. فرحة حلوة، فرحة حلوة. مستعد تغامر بحياتك بطريقة علاج ممكن ترجعك تمشي بشكل طبيعي بنسبة 90%، لكن بنسبة 10% ممكن تفقد حياتك لا سمح الله؟ لا مش عارف، صعب السؤال. طيب مستعد، حكينا هذا السؤال، اوكي. عمرك حسيت حالك موجود في المكان الخطأ؟ كثير؟ لا يعني مش كثير، لا مش كثير بس فعلا. اوكي، بعد الشهر، بعد الشهر عمرك تمنيت الموت؟ لا ابدا الحمد لله ابدا. لو نعرض عليك انك تسكن في جزيرة من جزر الاحلام اللي دائما نشوفها على الانترنت، مهيئ لك كل الظروف لتعيش حياة بشكل مستقل ومرتاح وموفر كل شيء لك، بس ما في معك اي انسان. برضه صعب، صعب السؤال، صعب جدا. لا صعب، يعني صعب انه اتقبل هذا الشيء. يعني بحس انه في بعض الاحيان الاشخاص اللي حوالي هم اللي مسويين الجو، يعني بغض بلا ناس ما بتندس. بالضبط. شو المكان او الزياره اللي بتحمل الهام لما بدك تروحها؟ اكيد الطبيب بالمستشفى. يعني هذا يعني لانه مراجعاتي دوريه كل اسبوعين كل عشر، فيعني مزعج. صرت مملي بالنسبه لك كمان. بتنزعج لما حدا يحكي لك سلامتك وانت ماشي بالشارع هيك بدون مناسبه حكى لك سلامتك؟ يعني بالبداية المرض ما كنت اهتم، بس بعديها لما يعني الموضوع صار، لما يطلعوا عليك انهم بيطلعوا بشفقه وكان كلمه سلامتك من ما بينهم حزنانين عليك وانه هيك، شوي كنت يعني تزعجني. طيب بتحب لما حدا يعرض عليك المساعده بدون ما انت تكون تطلب منه؟ لا ما بعمل، يعني عكس، لا ابدا. بس يمكن بزعجك اذا بلح، صح؟ الالحاح صعب الشعور، انا كمان بحسه. طيب لو كانت حياتك فيلم او كتاب عنوانه كلمه واحده شو بتكون؟ يعني ممكن نقول انه عطاء. ممكن عطاء بلا حدود. ممكن من وحي صدقتي معك. يلا استفيدي. اتوقع الاسئله كانت خفيفه، لا تحكي. جيد. طيب بس بدي اعرف شغله رامي، بعد الإصابة لأي حد أو لأي درجة كنت بتخيل إنه الطريق اللي كنت راسمه قبل الإصابة هو نفس الطريق اللي بدك تمشي عليه لحتى توصل لهدفك؟ لأي درجة كان التشابه بين الطريقين؟ لا مختلف تماما. شو كان يعني الاختلاف؟ هو فعليا زي اسم، زي اسمك، اسم برنامجك 180 درجة. شو اللي كان يخليك عندك إصرار لحتى توصل لهدفك؟ ما بعرف، يعني في قوة داخلية فعليا ما بعرف من وين مصدرها. رامي أنا كثير سعيد إنك أنت كنت معي بهالحلقة، وإن شاء الله اللي يحضر هالحلقة ويحضر كلامك عن تجربتك يستفيد مثل ما أنا كثير تعلمت من خلال صداقتي معك. أنا كمان سعيد جدا إني معك بهذا البرنامج. شكرا كثير لحضورك. تسلم. أما الفائدة والنصائح اللي بدي أقدم لكم إياها بهالحلقة، بدي أخبركم إذا عندكم هدف وبدكم توصلوا له بدكم تعرفوا شو الأشياء اللي لازم تشتغلوا عليها لحتى توصلوا له الهدف. إذا عندكم مؤهلات لازم تحصلوا عليها، وإذا بتحتاجوا مهارات لازم تطوروها بدكم تعرفوا مين اللي بيساعدكم. للتدريب ممكن تستعينوا بمؤسسات التدريب المهني الموجودة بمحافظة المملكة، ممكن كمان تستعينوا بمؤسسات تطوير المجتمع اللي صارت تعطي دورات تدريبية بأسعار رمزية أو ممكن تكون مجانية، وممكن كمان تستعينوا بالكليات الخاصة اللي صارت توفر دبلومات تدريبية لحتى غير الناجحين بالتوجيهي أو بالثانوية العامة، وممكن كمان تشوفوا دورات تدريبية على الإنترنت ممكن تكون برضو مجانية أو بأسعار رمزية. وفي كمان مكاتب إرادة التابعة لوزارة التخطيط بتوفر برامج تدريبية لكل المستويات التعليمية الثانوية واللي بعد الثانوية وحتى غير الناجحين بالثانوية العامة. أما إذا كان هدفكم إنكم تفتحوا مشاريع ربحية ممكن تستعينوا برضو بمكاتب إرادة التابعة لوزارة التخطيط اللي بتوفر دراسات جدوى بشكل مجاني، ممكن كمان تدلكم على جهات التمويل اللي ممكن تساعدكم. أما إذا كنتم بتسعوا للوظيفة فكثير ضروري تشتغلوا على السيرة الذاتية وتحثوها باستمرار،
ومش غلط لو لجأتوا للمختصين لحتى يعملوا لكم اياها باحدث الطرق. حتى كمان في مواقع على الانترنت ممكن تحطوا بياناتكم وتعملكم هالسي في باحدث الطرق، بس ضروري كثير انكم تحدثوها بشكل دائم. اهم شيء وكثير ضروري يكون عندكم هدف واصرار لحتى تحققوا هالهدف. رح يكون مدون بوصف هالفيديو معلومات الجهات اللي ذكرت لكم اياها بهالحلقه، بتمنى تستفيدوا منها. وانتم كمان اذا عندكم اي معلومات ممكن تفيد غيركم اذكروا لنا اياها بالتعليقات. بتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه. تابعونا بحلقه ثانيه من برنامج 180 درجه اللي بينعرض على قناه همم.